لن نجد أطيب من ربنا ولا أكثر شفقة ورفقا منه. الله الذي دائما يعين الضعفاء ويقف مع المنكسر القلوب وينادي للمسبيين بالعدل وللمأسورين بالإطلاق. البشر صعبين، لكن اللي يقع في إيد ربنا يقع في الإيد الحنونة الطيبة اللطيفة. الله الذي قال إنه لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، اللي قال هل أصر بموت الخاطئ، اللي احنا بنقول له كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. ربنا طيب جدا ورأفاته واسعة، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يقسو على أحد. حتى الذين عاشوا بعيدا عنه عجيب ربنا في معاملاته مع البشر. بعدل ربنا يعرف إن البشر طبيعتهم ضعيفة، وإنهم لبسوا جسدا من المادة له ضعفاته. وبعدله أيضا يرى إن الحروب التي تقع على البشر حروب شديدة، سواء من الشيطان أو من المادة أو من البيئة المحيطة بهم. ولذلك في عدله يشفق على هذه البشرية الضعيفة، يشفق عليها حتى في حالة الخطية. ولذلك يقول الرسول كلمة لطيفة جدا، يقول حيث كثرت الخطية كثرت النعمة جدا. يعني منين ما ربنا يجد أن الخطية بتكبس على الإنسان يبعث له قدر كبير من النعمة لكي تنقذه من هذه الخطايا. ربنا ما بيعودش يرقب آثام الناس علشان يعاقبهم. ربنا غاوي يغفر أكثر من أن هو يعاقب ويطول باله. والعجيب أن كثير من الخطاة الذين لا يبحثون عن الله، الله هو اللي بيبحث عنهم. في قصة الخروف الضال هو اللي بحث عنه لغاية لما لقاه. في قصة الدرهم المفقود هو اللي بحث عنه لغاية لما لقاه. مش بس كده، وإنما ملائكته يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. ربنا يطول باله لغاية لما يرجع الناس إليه، زي ما طول باله على شاول الترسوسي، وزي ما طول باله على المرأة السامرية، وزي ما طول باله على زكى العشار، وزي ما طول باله على كل الخطاة الذين تابوا، على أغسطينوس، على موسى الأسود، على مريم القبطية. الله يغفر جميع الخطايا لجميع الناس، مش بس يغفرها، يقول لا أعود أذكرها، لا تحسب عليهم. يقول على الإنسان الخاطئ إنه يغسله فيبيض أكثر من السلك. يقول الكتاب فيما نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. حتى ربنا الطيب فيما يؤدب، يؤدب بحب، الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجرح ويعصب ويداه تشفيان. عجيب ربنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.